بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد خلاص بقى هنقفل كل الاحتفالات وكل الأحاديث المتعلقة ببطولة كأس العالم للأندية والمشاركة التاريخية للأهلي في النسخة الأخيرة من النظام القديم لبطولة كأس العالم للأندية، ويبدأ الحديث عن بطولة جديدة، تحدي جديد، تاريخ جديد قد يكتب في الأيام القليلة المقبلة. الأهلي مقبل على مشاركة مهمة جدا في بطولة قد تكون معدلة في هذا العام بمشاركة 4 أندية، على رأسهم بالتأكيد النادي الأهلي بطل الدوري في بطولة مسمى كبطولة السوبر للأندية الأبطال. بطولة السوبر المصري كان دائما بطل الدوري بيواجه بطل الكاس، ولكن المرة دي على الطريقة الأسبانية والإيطالية هناك شكل جديد للبطولة بوجود 4 فرق، بطل الدوري ووصيف بطل الدوري، بطل كأس مصر ووصيف بطل كأس مصر، وبالتأكيد بعد استبعاد نادي الزمالك تم يعني استدعاء نادي فيوتشر بالتأكيد في ترتيب الدوري العام عشان تبقى البطولة بمشاركة الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وكمان سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة. أنا قلت يمكن في البداية بطل الدوري والوصيف وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة كمان مش وصيف كأس مصر. حلقة النهاردة بالتأكيد هيكون فيها تفاصيل وكواليس مهمة جدا عن البطولة، عن المشاركة، عن سفر بعثة النادي الأهلي من المملكة العربية السعودية إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في البطولة، خاصة أن أولى المباريات غدا أي بعد 48 ساعة من إقامة مباراة الدور تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية. التوقيت كان صعب جدا، ولكن النهاردة عندنا كواليس مهمة جدا عن مشاركة الأهلي، عن تعيين طواقم التحكيم اللي هتدير هذه البطولة، في كواليس وأخبار ومعلومات. والنهاردة برنامج الترند هينفرد لأول مرة بتصنيف حكام مصر في الاتحاد الإفريقي. قائمة الحكام اللي تم اختيارها لإدارة مباريات السوبر المصري في الإمارات، حصلت على تصنيف هؤلاء الحكام المميزين في الإليت A في النخبة في الاتحاد الإفريقي، وعندي أرقام التصنيف فيها مفاجآت، لأن البعض بيعتقد أن تصنيف بعض الحكام ممكن يكون متقدم، ولكن أنا عندي النهاردة أرقام فيها مفاجآت عن تصنيف الحكام المصريين في البطولات الإفريقية أو تحديدا في حكام النخبة أو الإليت A. نروح بسرعة في البداية بسؤال حلقة النهاردة، وسؤال حلقة النهاردة: توقعات حضراتكم لتشكيل الأهلي في مباراة سيراميكا ببطولة السوبر غدا، وكمان توقعاتكم على نتيجة اللقاء. تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على سؤال التوقعات سواء للتشكيل أو النتيجة من خلال صفحة القناة على السوشيال ميديا سواء الفيسبوك أو تويتر أو إنستجرام، وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من توقعاتكم على التشكيل والنتيجة في مواجهة سيراميكا غدا، بكرة أولى المباريات في بطولة السوبر. لكن نروح لأهم العناوين. في ترند الأهلي: الفريق يخوض مرانه الوحيد اليوم استعدادا لسيراميكا، وكمان مؤتمر صحفي لكولر والشناوي، وأخيرا محمد معروف حكما للمباراة وطارق مجدي على الفار. زي ما قلت لحضراتكم حلقة فيها تفاصيل وكواليس مهمة، ولكن عشان وقت الحلقة نروح بسرعة لاستعراض مباريات اليوم. والنهاردة في استئناف لمباريات الدوري الإنجليزي البريمير ليج، امبارح كانت في قمة المباريات ما بين أرسنال وليفربول، وهدف عالمي للنجم المصري محمد صلاح في مرمى أرسنال، والمباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. ولكن النهاردة في مباراة كانت ما بين ويلفرهامبتون مع تشيلسي، وتشيلسي بيقدم نتائج سيئة للغاية في الدوري الإنجليزي، ويمكن خسر من ويلفرهامبتون 2-1. منافسة السنة دي قوية جدا في البريمير ليج، شايفين أستون فيلا مع أرسنال مع ليفربول. المان سيتي كان عنده مباراة بالأمس ولكن اتأجلت لأنه كان بيشارك في مباراة كأس العالم للأندية. كل الفرق اللي كانت مع الأهلي في كأس العالم للأندية مبارياتها مؤجلة، مش هتلعب إلا بعد 3-4 أيام. الأهلي هو النادي الوحيد اللي لعب الجمعة ويلعب الاثنين في بطولة السوبر، خاصة بعد رفض تأجيل حتى ولو 24 ساعة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا. نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفصل. تصل مباريات كأس السوبر المصري للأندية الأبطال والمواجهة الأولى غدا للأهلي أمام سيراميكا كليوباترا. يمكن في خبر مهم جدا من خلال مجلس أمناء جائزة الثقافة الرياضية العربية، حيث منحت الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لقب شخصية العام في 2023، شخصية العام الرياضية والعربية لما حققه الأهلي من إنجازات خلال العام تحت قيادته.
سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإفريقي أو على المستوى العربي أو حتى على المستوى الدولي. الكابتن محمود الخطيب حصل على شخصية العام بصفته رئيس النادي الأهلي بعد حصوله على هذه الجائزة التقديرية من مجلس أمناء جائزة الثقافة الرياضية العربية، اللي بالتأكيد بيكون فيها جوائز تقديرية كبيرة جدا للعديد من الشخصيات الشخصيات البارزة في المجال الرياضي على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي. كانت فيه جوائز أخرى للعديد من الشخصيات، كمان ذهبت جائزة الوفاء لشهداء فلسطين من الرياضيين بعد الأحداث الأخيرة اللي بتشهدها غزة في الفترة الأخيرة. ربنا بإذن الله يكون في عون كل الأشقاء في فلسطين. لكن خبر مهم جدا كان لازم أبدأ به، وهو مجلس أمناء جائزة الثقافة الرياضية العربية منحت الكابتن محمود الخطيب شخصية العام لعام 2023 تقديرا على الإنجازات التي تحققت للنادي الأهلي خلال هذا العام سواء على المستوى المحلي والعربي والإفريقي والدولي. طب نروح بقى للاستعدادات الخاصة ببطولة السوبر، ويمكن في هذه الأثناء وأنا معاكم على الهواء مباشرة في مؤتمر صحفي للمدير الفني السويسري مارسيل كولر ومعاه الكابتن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي. يمكن مؤتمر صحفي قبل المباراة ب 24 ساعة عشان يتكلموا على الاستعدادات والتحضير لهذه المباراة. الفريق ما قدرش حتى يعني ياخد نفسه، يعني على طول المباراة يوم الجمعة، يوم السبت كان في تدريب خفيف، تدريب استشفائي. الفريق اتحرك من فندق الإقامة حوالي الساعة 5، سافر من جدة على أبو ظبي، وصل بسلامة الله في مساء أمس إلى أبو ظبي، النهاردة تدريب على ملعب المباراة، وفي نفس الوقت كمان تدريب مش عارف أقول يعني هيبقى تدريب استشفائي ولا تدريب خفيف، ولا يقدر كولر يحط الملامح المتعلقة بمباراة سيراميكا. قدامكم على الشاشة على فكرة ده جانب أهو من المؤتمر الصحفي اللي مقام حاليا دلوقتي في ملعب نادي الجزيرة الإماراتي اللي هيستضيف هذه البطولة إن شاء الله بدءا من الغد. بكرة في مبارتين، فيوتشر وبيراميدز الساعة 3 والأهلي وسيراميكا الساعة 7. الكسبان من هنا هيلاعب الكسبان من هنا يوم الخميس، بس المباراة النهائية هتكون يوم الخميس الساعة 7، وتحديد المركز الثالث هتكون الساعة 3 العصر. وده جانب من المؤتمر الصحفي اللي بيعقد في هذه الأثناء على ملعب محمد بن زايد استاد نادي الجزيرة في الإمارات. التدريب النهاردة هيكون الساعة 5:30، يعني بعد حوالي ربع ساعة بعد نهاية المؤتمر الصحفي هيكون ميعاد التدريب الأساسي والرئيسي للفريق على ملعب المباراة. نادي سيراميكا كليوباترا على فكرة موجود في أبو ظبي بقى أكتر من أسبوع، يعني التوقيت اللي الأهلي كان بيلعب فيه في السعودية مباريات كأس العالم كان سيراميكا سافر إلى الإمارات وبيستعد لمواجهة الأهلي بقى أكتر من أسبوع. يعني أنت لو بتتكلم على مدى الاستعداد والجاهزية والعدالة الفنية، مفيش أي عدالة خالص. سيراميكا بقى له أسبوع بيستعد، الأهلي خلص بطولة كأس العالم أول إمبارح، سافر إمبارح هيتمرن النهارده يلعب بكره. ف دي التوقيتات اللي كانت وضعتها اداره المسابقات في اتحاد الكوره، وللاسف يعني مش عارف اللي حط المواعيد ما كانش واخد باله ان الاهلي ممكن يوصل لليوم الاخير في كاس العالم، يلعب فاينل، يلعب ثالث ورابع، يعني زي ما يكون حط المواعيد وهو عارف ان الاهلي هيلعب 15 ويرجع، ولو راح الجزائر يلعب 20 ويرجع، ولسه في مساحه وقت على 25، ما حطش في الحسبان خالص حاجه زي كده، خالف اللائحه وخالف كل الاجراءات اللي ممكن تتبع في تحديد مواعيد البطولات. ولكن اخطاء للاسف يعني بتعدي كتير ومحدش بيحاسب حد على الاخطاء اللي بتحصل داخل اتحاد الكوره على جميع مستويات اللجان. انا النهارده كمان عندي لقطه كده حصلت من لجنه الحكام، لقطه غريبه جدا، لولا ان انا اتكلمت عليها من خلال حساباتنا يعني على السوشيال ميديا كانت العمليه مشيت وكانت عدت، وكان هيحصل خطا فني كبير جدا في بطولة كأس السوبر. هتكلم عليه لما اجي دلوقتي اتكلم برضو على اسماء الحكام. طيب كولر كمان هيعقد محاضرة النهاردة، واكيد المحاضرة هيكون الكلام فيها على تجديد الدوافع. فرقة لما بتكسب او بتعمل انجاز طبيعي بعد اي مكسب او انجاز بتاخد لها فترة عشان تبدأ تستعيد النشاط من جديد. كولر ما عندوش كلام في الفترة الحالية اكتر من الفنيات سوى عن الكلام عن الدوافع، تجديد الدوافع، تحضير الفريق نفسيا وذهنيا لبطولة جديدة. انت مش داخل بطولة ودية، انت داخل بطولة عشان تكسبها، لان جمهورك ما بيقبلش بغير المكسب وكلنا عارفين كده. شفنا ماتش اتحاد جدة الجمهور كان فرحان جدا، ماتش فلومينسي بطل البرازيل بعدها ب 72 ساعة الجمهور كان زعلان جدا. فالجمهور دايما، ودي حاجة ايجابية، ان الجمهور دايما بيبقى ضاغط عليك عشان تكسب، دايما في ضهرك عشان تكسب. فبطولة السوبر اكيد كولر هيشتغل على الدوافع، التحضير الذهني، تجديد الدوافع. انت محقق انجاز،
لازم تعمل انجاز تاني، وما بين الانجاز الدولي والانجاز المحلي اكيد فرق شاسع. فانت لما تبقى واصل لاعلى ليفل محقق فيه انجاز طبيعي جدا في الليفل الاقل في المعايير وفي التصنيف حاجات كتيره تحقق بكل سهوله، ولكن لا في صعوبات هتواجه الفريق. فكولر النهارده في المحاضره هيتكلم بالتاكيد عن الدوافع، وهيتكلم عن الامور الذهنيه والامور النفسيه. عموما نتمنى يا رب باذن الله يكون الاهلي في اتم الجاهزيه لهذا اللقاء، لان انا مش هتكلم كتير على مباراه الخميس، ان شاء الله نكون فاينل يوم الخميس، ولكن عشان توصل فاينل لازم تكسب بكره. بكره البطوله او المباريات ليها نظام مختلف. بكره لو في التعادل، لو في تعادل في ال 90 دقيقه هتروح على طول على رغرات الترجيح المباشره، يعني مفيش اكسترا تايم. لما توصل فاينل ان شاء الله وحصل تعادل هتلعب اكسترا تايم. طبعا ده ضغط زياده ولود زياده، اذا ربنا كرمنا ووصلنا فاينل وفي تعادل فهنلعب 30 دقيقه على شوطين، ولكن ماتش بكره 90 دقيقه في تعادل سلبي او ايجابي هتروح على ركلات الترجيح. طيب نروح بقى لجانب متعلق بالتحكيم. النهارده عندي مفاجآت، ومش عارف يمكن هل من حسن حظ لجنه الحكام اللي انا اتكلمت قبل الحلقه، او انا نبهت ان في خطأ حصل على صفحه اتحاد الكوره بخصوص اسماء الحكام اللي تم ذكرها في اداره مباريات كاس السوبر لانديه الابطال. لا انا هقرا لكم الخبر اللي كان موجود على صفحه الاتحاد قبل ما يتمسح من على منصه اكس، وقبل ما يتعمل له ايديت وتعديل على صفحه الفيسبوك. ليه بقى؟ لان الخطا اللي حصل ما يعديش، والله اعلم الخطا مين المتسبب فيه، هل اللي كتب الخبر ولا اللجنه، لجنه الحكام اللي بعتت اسماء الحكام للمركز الاعلامي. اعلنت لجنه الحكام بالاتحاد المصري قائمتي حكام وجهتي، الاهلي مع سيراميكا وبيراميدز مع فيوتشر في نصف نهائي كاس السوبر المصري للانديه الابطال. اختارت لجنه الحكام الكابتن محمد معروف لاداره مباراه الاهلي وسيراميكا، ويعاونه المساعدان سامي هلهل وسمير جمال، والحكم الرابع محمود البنا، بينما سيتواجد طارق مجدي حكم فيديو مساعد فار. طارق مجدي حكم دولي على فكره، معاه رخصه الفار ومعاه الشاره الدوليه كحكم فار، وبالتالي هيكون حكم الفار في ماتش الاهلي وسيراميكا، وهيكون معاه مساعد الحكم الدولي الكابتن محمود ابو الرجال، برضه معاه رخصه الفار الدوليه ومعاه شاره الفار وشاره الملعب. كابتن محمود ابو الرجال معاه شاره الملعب وشاره الفار. السطر اللي اتكتب واللي اتحذف هو كان ايه بقى؟ الى جانب حكم الفار الاحتياطي الكابتن هاني عبد الفتاح. ده اتحذف مع سطر تاني هقوله لحضراتكم دلوقتي. كما تم اختيار امين عمر لاداره مباراه فيوتشر وبيراميدز، ويعاونه المساعدان احمد توفيق ويوسف البساطي، والحكم الرابع الكابتن محمد عادل، بينما سيتواجد محمود عاشور كحكم فيديو مساعد في الفار. هو حكم فار مش حكم مساعد يعني، ما علينا. ويعاونه احمد حسام طه. الى هنا او الى هنا مفيش مشاكل. الى جانب حكم الفار الاحتياطي وائل شعبان، يعني فوق الى جانب حكم الفار الاحتياطي هاني عبد الفتاح، وتحت الى جانب حكم الفار الاحتياطي وائل شعبان. اولا مفيش حاجه اسمها حكم فار احتياطي، ده اولا. يعني الفار يا اما حكم فار يا اما اي فار يا اما اي اي فار يا اما تريبل اي فار. رولز الفيفا والتعيينات كلها بتبقى كده، مفيش حاجه اسمها حكم احتياطي في الفار، ده الف ب في التحكيم. ولكن اللي كتب او اللي بلغ كان عنده مشكله او نسي او بلغ غلط، ولكن اللي تتبلغش غلط بقى ايه هي؟ في ماتش فيوتشر وبيراميدز اتقال لك الى جانب حكم الفار الاحتياطي وائل شعبان. المعلومه اللي عندي ان الكابتن وائل شعبان معهوش رخصه فار. الكابتن وائل شعبان معهوش شاره الفار، معهوش رخصه الفار، ما خدش لايسنس الفار. هو حكم مساعد يحكم في الملعب عادي جدا مفيش مشكله، لكن ما يدخلش غرفه الفار. ده لو دخل غرفه الفار كانت هتبقى كارثه. خطا فني لا يغتفر، وانا بتعامل طبقا للمكتوب. انا ماليش علاقه انت نيتك تكتب ايه بس كتبتها ازاي. اللي مكتوب حكم الفار الاحتياطي الكابتن وائل شعبان. نوهت على ده وبلغت بعض المسؤولين في الاتحاد، بعدها على طول بنص ساعه حصل تعديل، اتحذف الخبر من على منصه اكس، وحصل تعديل وإيدت على الخبر في صفحه الفيسبوك. وبالتالي دلوقتي هاني عبد الفتاح مش موجود في ماتش الاهلي وسيراميكا، ووائل شعبان مش موجود في ماتش فيوتشر وبيراميدز. المعلومه اللي عندي ان هم موجودين، بس موجودين ايه بقى؟ وده اللي اللجنه ما قدرتش تقوله بشكل سليم. موجودين كمساعدين في الملعب، احتياطي للملعب، بحيث لا قدر الله لو حكم من المساعدين تعرض لاي اصابه ينزل هاني عبد الفتاح مكان سامي هلهل او سمير جمال، او ينزل وائل شعبان مكان احمد توفيق او يوسف البساطي. بس كده. ولكن اللي اتكتب ده طبقا لقوانين اللعبه وقوانين التحكيم
خطأ فني لا يغتفر. دي كانت جزئية مهمة جدا لازم أتكلم عليها، لأن ما كانش ينفع خبر زي ده ينزل بالشكل ده والاتحاد يعترف أنه خطأ ويحذفه أو يعدله على صفحة الفيسبوك. عندي معلومة تانية على التحكيم، ولكن معايا تليفون دلوقتي الأول مهم جدا من الإمارات مع الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ صبري علي، عشان نتكلم معاه على كل الأخبار المتعلقة بجاهزية مجلس أبو ظبي لاستضافة كأس السوبر للأندية الأبطال بالنظام الجديد، التحضير هناك في البطولة بالنسبة للأندية الأربعة، الحضور الجماهيري، كل الأمور المتعلقة بهذه البطولة الوليدة بالشكل الجديد بمشاركة أربع أندية بعد ما كانت البطولة بتتلعب ببطل دوري وبطل كأس. أستاذ صبري مساء الفل، وإزاي حضرتك؟ مساء الخير عليك محمد وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي. تحياتي ليك، وبنسعد بالتأكيد بوجودك معنا، وعايزين نعرف من حضرتك يعني آخر الترتيبات والاستعدادات بالنسبة لمجلس أبو ظبي، بالنسبة للجالية المصرية، الإعلام المصري اللي بالتأكيد متواجد بشكل كبير جدا في الإمارات وفي أبو ظبي لتغطية هذا الحدث الكبير، بطولة السوبر للأندية الأبطال بمشاركة الأهلي وفيوتشر وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا. والله محمد انت عارف ان الكلام مش هيكون جديد لما نقول ان بيكون وجود الاهلي بشكل خاص في الامارات بيكون ليه رونق يعني وليه معاني كتير وليه تاثيرات كبيره وبيبقى فيه اجواء احتفاليه بشكل كبير. يمكن المره دي كمان شويه الظروف انه يكون الاهلي في يومين يلعب في ابو ظبي بدل من يوم واحد زي ما كان بيحصل بكده في السوبر، فالتحضيرات على وصل للذروه يعني مجلس ابو ظبي الرياضي اتم كل شيء بشكل مبكر من بدري كعادتهم دايما. الملعب في افضل حاله جاهزيه، ملعب الاستاذ محمد بن زايد. اللي شاف طبعا انتصارات للاهلي قبل كده يمكن في المباراه الاخيره السوبر الاخير امام بيراميدز كان على نفس الملعب. التحضيرات بشكل عام جماهيريا كمان الجمهور هنا متشوق للاحتفال بالاهلي بالبرونزيه المونديالية الرابعه. يمكن يكون في تشبع شويه من الفتره اللي فاتت من الاحداث الكرويه، لكن الاهلي بيكون خارج القاعده دي دايما، بيكون استثناء من اي قاعده واستثناء من اي تشبع. جمهور الاهلي دايما متشوق للاهلي، جمهور الاهلي دايما منتظر فريقه ودايما هيحتفل، يكون ليه جانبين، جانب احتفالي وجانب تحفيزي اللي كمان دايما بيطارد اي بطوله بيلعب فيها دايما بيطارد اللقب، وده بيحمل جمهور الاهلي في الامارات. انا شايف دعوات كبيره جدا على كل وسائل التواصل الاجتماعي اللي حتى لشحن الجماهير او حجز الجماهير من كل الامارات المختلفه من الشارقه وعجمان والفجيره والقصيم وراس الخيمه ودبي الى ابو ظبي. يمكن المسافه تكون بعيده شويه وفي يوم عمل. الو؟ طيب نحاول نرجع تاني للاستاذ صبري علي، انه كان بيتكلم في نقاط مهمه جدا متعلقه بالتحضير في الامارات لبطوله كاس السوبر للانديه الابطال. على فكره التحضير للبطوله بدا منذ حوالي اكثر من شهر ونص او شهرين، يعني اجتماعات مهمه جدا تمت ما بين الشركه الراعيه مع اتحاد الكوره مع مجلس ابو ظبي للترتيب لهذا الحدث الكبير بمشاركه اربع انديه. دايما كانت مباريات السوبر اعتقد من 2014 2015 كانت اول مباراه سوبر اتلعبت في الامارات. انا فاكر في التوقيت ده كانت مباراه الاهلي والزمالك وانتهت وكانت بتتلعب على ملعب هزاع بن زايد في مدينه العين، وفاز الاهلي يومها 3-2، وكان وقتها الاهلي كان خسران دوري وكاس وكان بيلعب الزمالك الفاز بالدوري والكاس، وقدر الاهلي يفرض شخصيته من جديد ويكسب الزمالك 3-2، ودي كانت اولى المباريات اللي اتلعبت في الامارات لبطولات كاس السوبر. استاذ صبري. ايوه معاك يا محمد، اتفضل يا استاذ صبري. كنا بنقول ان في حشد جماهيري كبير من كل الامارات المختلفه للاحتفال مع الاهلي وتحفيزه كمان للمهمه الصعبه، ومهمه صعبه جدا الناس عارفه كلها ومقدره اكيد الظرف اللي فيه الاهلي وتوالي المباريات والضغط الكبير اللي موجود. يمكن بعثه الاهلي وصلت بالامس فقط، وكان اليوم التدريب الوحيد والمؤتمر الصحفي لمارسيل كولر، ما فيش وقت ابدا للراحه، ما فيش وقت لالتقاط الانفاس، وكل جمهور الاهلي مقدر الـ 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 الحاله اللي فيها اللاعبين، لكن اعتقد تحفيز الجمهور هيبقى مهم جدا، واعتقد ان الجمهور هيقوم بدوره على اكمل وجه زي ما كان موجود في الست مرات اللي الاهلي كان موجود فيهم في الامارات في مباراه السوبر. في المره السابعه كمان هيكون ان شاء الله متواجد وبقوه ويكون ليه دور فاعل يعني. اكيد. طيب هل خلال التنظيم من خلال مجلس ابو ظبي في ترتيبات متعلقه بالحدث، لقاء الافتتاح الاول اللي هيتلعب بكره الساعه 3 ما بين بيراميدز وفيوتشر، بعديه مباراه الاهلي الساعه 7، يعني قربنا اكتر من الصوره، وازاي الناس في مجلس ابو ظبي بتستعد؟ لان بالتاكيد الصحف الاماراتيه مديه وفرده مساحات مهمه جدا عن البطوله. طبعا الحدث مهم جدا، يمكن النهارده كان في يوم وامس كان في جوله للدوري الاماراتي،
بكره مفيش مباريات ابدا في المرات، طبعا مفرغ لمباراه مباراه السوبر او افتتاح مباراتي الجوله او الجوله الافتتاحيه للسوبر. مجلس ابو ظبي الرياضي يعني احنا متعودين منه دايما ان هو بيكون تحضيرات مبكره وتحضيرات على اعلى مستوى، في طبعا للاستقبال الجماهير حول منطقه استاد محمد بن زايد، المداخل والمخارج والتامين والاماكن انتظار السيارات والاماكن دي كلها بشكل كبير جدا عشان راحه الجمهور اللي بيكون جاي من كل الامارات المختلفه. مجلس ابو ظبي الرياضي ما فيش طبعا بكره في طقوس معينه للمباراه الافتتاحيه، لكن كلنا عارفين ان في اليوم الختامي او المباراه النهائيه هيكون في حفل بيحيي محمد حمائي مع الجمهور المصري احتفالا بالمناسبه الكبيره. ويمكن يمكن كمان خليني اروح على حاجه كان طلب حصل طبعا من النادي الاهلي بالتاجيل، يمكن كان مجلس ابو ظبي الرياضي ما كانش يقدر حتى يتجاوب مع الاتحاد المصري في فكره ان الاهلي يتاجل المباراه الانطلاقه سواء من 4 من 25 ل 26 ومن 28 ل 29، لان في مباراه مهمه جدا وكبيره جدا بين الشارقه وشباب الاهلي يوم 29 على كاس السوبر الاماراتي. فهم كمان عندهم عذر كبير جدا، هم كانوا صعب جدا يتقبلوا فكره التاجيل لمده 24 ساعه رغم شرعيه الطلب من الاهلي وضغطه ووصوله من السعوديه. هي المشكله عند اتحاد الكره يا استاذ صبري، يعني هو طبعا مجلس ابو ظبي اكيد ليس له علاقه بالموضوع، هو بيستضيف وبينظم الحدث، ولكن اللي حدد المواعيد في البدايه واللي كتب المواعيد ما كانش واخد باله الاهلي ممكن يوصل لليوم الختامي، فالموقف اكيد صعب جدا. واحنا لا، هي المواعيد طبعا محمد بالتنسيق بين الطرفين وكل حاجه، لكن اقصد انا اقول مش بدافع عن اتحاد الكره ولا حاجه، لكن بقول حتى فكره حتى الفكره نفسها لما طرحت كان مجلس ابو ظبي الرياضي ما كانش يقدر يتجاوب لو الاتحاد الكره حتى يعني كان عنده الرغبه، لكن مجلس ابو ظبي الرياضي هيبقى معذور جدا في ان هو يقدر يستجيب لطلب الاهلي لان عنده سوبر في اليوم التالي. صح، نعم. طيب الحاجه الاخيره، الاقبال الجماهير على التذاكر، يعني احنا اكيد واثقين ان مباراه الاهلي هتكون كامله العدد، لكن التذاكر في ارقام طلعت او في بيانات رسميه خرجت بخصوص بيع التذاكر؟ لا لا، الى الان ما فيش بيانات رسميه، لكن في محمد طبعا لازم تكون يعني الناس كلها تكون متخيله ان فكره ان الجمهور اللي هيكون موجود هو جمهور الاهلي، القاعده الجماهيريه الكبيره هي للاهلي، للثلاث فرق الاخرى يعني بيراميدز وفيوتشر وسيراميكا مع احترامي الكامل ليهم ما فيش قاعده جماهيريه، فاعتقد ان الجمهور هيكون متواجد جمهور الاهلي بشكل كبير، لكن طبعا بالوضع مختلف غير لما يكون عندك مراكز جماهيري كمان اكيد يكون برضه ليه جزء من نصيب التذاكر، لكن جمهور الاهلي قادر زي ما حصل قدام بيراميدز زي ما قلنا في السوبر العام الماضي وكان بيملا مدرجات استاد محمد بن زايد قادر ان هو يفعلها. لكن يا محمد انا نفسي يعني استغل فرصه وجودي معاك وبرنامجك ما شاء الله متشاف وجمهور الاهلي متابعه بشكل كبير الحمد لله. فكره ان جمهور الاهلي بنلاحظ في السوشيال ميديا في فترات معينه مع اي بس مش اخفاق يعني مع اي حتى بس تعادل للفريق بيكون في يعني نداءات تدميريه ونداءات بشكل غريب جدا. انا من خلال البرنامج بتاعك بقول ان جمهور الاهلي يعني دايما نفتكر ان مجلس الاداره ده والجهاز الفني ده واللعيبه ده هم اللي بيسمعوا الانفراد وهم اللي فرحوكم على فترات طويله، فلما يحصل اي هبوط في المستوى او تراجع على مستوى النتائج لفتره بسيطه لا ما ننساش كل السنوات الاخيره كلها بانجازاتها الرقميه على مستوى المحلي والمستوى القاري ومستوى مونديال الانديه، فنلتمس للناس العذر ونلتمس ان اللعيبه مضغوطه بشكل كبير جدا فعلا. ويمكن ده هيخلي مارسيل كولر يكون في مباراه الغد ده توقعي الشخصي، ويمكن في يعني تلميحات بالوضع ده ان يكون في تغيير كبير في التشكيله ما بين 5 6 لعيبه يعني لمجرد راحه المجموعه اللي كان اساسيه في مونديال الانديه انتظارا للعب على المباراه النهائيه او كاس البطوله ان شاء الله. اكيد رسالتك اكيد وصلت يا استاذ صبري وكلامك مهم جدا، وان كنت يعني انا عايز اكد معاك ان الجماهير من حبها للفريق عايزاها تكون في المركز الاول، ولكن في بعض الناس ما انا هقول لك في بعض الناس بتحاول تخش بقى ايه في النص وتشعل الامور في اتجاه تاني، ولكن انا معاك ان طبعا جمهور الاهلي بالتاكيد عارف ان في التوقيت المعين امتى الاهلي بيكون موجود على منصه التتويج، ايه الظروف المعاكسه اللي بتواجه الفريق، لكن رسالتك بالتاكيد مهمه جدا في هذا التوقيت في ظل ان خلاص الاهلي لعب بطوله وعمل فيها انجاز وبعد 48 ساعه داخل على بطوله جديده ما كانش فيه وقت حتى للاستعداد ليها او انك تعمل استشفاء حتى للقاء الاول يوم الاثنين. وان شاء الله الاهلي قادر كمان ان هو باذن الله جماهيره رغم كل الظروف الصعبه. باذن الله. استاذ صبري علي الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي في جريده الاتحاد الاماراتيه، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات من ابو ظبي. طيب المعلومه الثانيه المتعلقه بطواقم الحكام المصريه. كان دايما بنتكلم على حكام الدوري المصري، مين الحكم المصنف رقم واحد ومين الحكم اللي ليه تاريخ كبير سواء على المستوى المحلي او على المستوى الافريقي. في نقطه غايبه عن ناس كثيره
ويمكن ده التوقيت المناسب اللي هتكلم فيه. ليه؟ لأن الحكام اللي تم اختيارهم لإدارة بطولة السوبر للأندية الأبطال طبقا للتصنيف هم أفضل حكام على المستوى القاري، أفضل حكام على المستوى الإفريقي بالفعل. يعني لجنة الحكام لو هشيد بيها في الجزئية دي هي اختارت الأربعة المصنفين في النخبة في الإليت إيه. بتتكلم عن أمين عمر، محمد معروف، محمد عادل، محمود البنا. وأنا الترتيب ده بقوله بناء على التصنيف، مش بقول ترتيب بناء على الأسماء اللي بتذكرها في التوقيت اللي بتكلم معاكم، لا ده التصنيف. لأن أنا قدرت وحاولت أوصل لتصنيف حكامنا في النخبة الإفريقية. كل واحد ترتيبه كام؟ تصنيفه كام؟ من ضمن لستة فيها 34 حكم. قدامكم على الشاشة ده تصنيف الحكام المصريين في الكاف. الكلام ده بيتعرض لأول مرة. لأول مرة عشان كل واحد يعرف حكامنا ترتيبهم كام وتصنيفهم إيه في الإليت إيه في الكاف. أمين عمر يأتي في التصنيف الخامس من أصل 34 حكم ساحة. التصنيف الخامس. يلي محمد معروف مصنف رقم 21 على مستوى إفريقيا. يلي الكابتن محمد عادل مصنف رقم 22 على مستوى إفريقيا. وفي تصنيف الكاف بيديله ماتشات حكم ساحة وحكم فار. وكانت المفاجأة إن الكابتن محمود البنا تصنيفه في إفريقيا رقم 31 من أصل 34 حكم. يعني لو بنتكلم في آخر أربع أسماء، كابتن محمود البنا 31، صادق السلمي 32، الحكم الكونغولي جيسي ميسي رقم 33، والحكم الموريشيوس باتريك ميلازار رقم 34. يعني آخر أربعة على فكرة أكتر اتنين معروفين فيهم محمود البنا وصادق السلمي. ده تصنيف الحكام المصريين اللي هيديروا مباريات السوبر بدءا من بكرة في الكاف. محمود البنا رقم 31 وأمين عمر رقم 5. على فكرة أمين عمر رقم 5 لأنه كمان داخل ضمن حكام البروفيشنال. القايمة دي 34 حكم من 1 ل 20، دول أعلى حكام تصنيفا، ودول حكام البروفيشنال مع حكام الإليت إيه النخبة الأولى. يليه بقى الأسماء اللي أنا قلتها، محمد معروف، محمد عادل، محمود البنا. عشان كده لو تاخدوا بالكم في التصنيف ده محمود البنا ليه مش حكم ساحة في كأس الأمم؟ لأن تصنيفه متراجع ضمن حكام الساحة. طب تعالوا بقى على حكام المساعدين. الحكام المساعدين احنا عندنا في مصر في 7 حكام قائمة دولية في المساعدين، 7 حكام. تتكلم مثلا في ابو الرجال واحمد حسام طه وهاني عبد الفتاح واحمد توفيق طلب وسامي هلهل وسمير جمال ويوسف البساطي. دول 7 حكام دوليين. تخيل 2 منهم بس، 2 بس المصنفين في النخبه ايه، 2 بس من السبعة. بالترتيب كده احمد حسام طه رقم 3، محمود ابو الرجال رقم 4. من اصل كام حكم مساعد؟ 35 حكم مساعد. ده ترتيب وتصنيف حكامنا في الاتحاد الافريقي، وهذا التصنيف بيتم الاعتماد عليه في اختيارات الاتحاد الدولي في البطولات الدوليه. اعتقد ارقام قد تكون صادمه للبعض، ولكن دي الارقام الرسميه اللي قدرت احصل عليها بقايمه الكاف المتعلقه بالاليت ايه او النخبه مع قايمه البروفيشنال. فاصل ثم نواصل، لان لسه عندنا تفاصيل واخبار كتيرة. عندي تفاصيل كتيرة في السوشيال ميديا واخبار عديدة عن جاهزية الفريق، ابرز العناصر اللي ممكن تكون موجودة في مباراة سيراميكا، الجوائز والمكافآت، تفاصيل كتيرة عن السوشيال ميديا او عن الاهلي في السوشيال ميديا. نطلع نتابع في اخر اخبار الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، والجزء الاخير من برنامج الترند، وكله هيكون من خلال ترند الاهلي وباقي الاخبار عشان نشوف اللي اتكتب في السوشيال ميديا قبل انطلاق بطوله كاس السوبر للانديه الابطال. البدايه من اليوم السابع وبيتكلموا على ان المكافئات تنهال على نجوم الاهلي بعد حصد برونزيه مونديال الانديه. بيتكلموا ان في صرف مكافئات ومكافئات خاصه بعد حصد الميداليه البرونزيه في كاس العالم، وان الاداره بتنوي صرف مكافئات مجزيه بعد تحقيق الميدالية البرونزية في المشاركة التاسعة بمونديال الأندية. طبعا خزينة الأهلي ستنتعش ب 2.5 مليون دولار،
بعد تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية. ولكن عارفين كلنا أن المكافأة الوحيدة طبقا للترتيب لو ما طلعتش أول هي ميدالية برونزية أو ميدالية فضية في كأس العالم للأندية. طيب نكمل مع بعض ونشوف باقي الترندات النهاردة معانا في حساب بطولات. بيقولوا أن الأهلي ومانشستر سيتي تساوى في أفضل هجوم في كأس العالم للأندية، 7 أهداف لكل منهما. أكثر من سجل أهداف في كأس العالم للأندية 2023 هما النادي الأهلي ومانشستر سيتي برصيد 7 أهداف. بالمناسبة عايز أقول لكم على معلومة مهمة جدا في هذا الأمر. علي معلول للأسف الهدف اللي أحرزه وهو كان وقتها الهدف الثالث في ماتش أراوا ريدز الياباني لم يحتسب باسم علي معلول. علي معلول اتحسب له بس الكرة الفاول اللي شاطها كضربة ثابتة عشان في النهاية علي معلول يكون هداف الفريق بهدفين. الهدف ده لو كان اتحسب باسم علي معلول كان هيكون هداف البطولة، ولكن علي معلول للأسف الحكمة الأمريكية اللي أدارت المباراة كتبت في تقريرها إن الهدف اون جول في مرمى، يعني المدافع أحرز هدف في مرمى فما اتحسبش الهدف لعلي معلول، وبالتالي علي معلول متساوي مع كذا لاعب في رصيد الأهداف، وبالتالي علي معلول في ماتش أراوا يمكن هدف الكرة الثابتة اتحسب ليه بالإضافة لركلة الجزاء اللي أحرزها في اتحاد جدة. الهدف الثالث في مرمى أراوا ما اتحسبش باسم علي معلول واتحسب باسم مدافع الفريق الياباني. طيب حساب يلا كورة بيقولوا على الطريقة الأسبانية لعنت بطل الدوري تهدد الأهلي في السوبر المصري. هي الفكرة في حد ذاتها عايزين يقولوا إن إسبانيا لما عملت كأس السوبر للأندية الأبطال بمشاركة 4 فرق على مدار حوالي 4 نسخ بطل الدوري ما بيفوزش ببطولة كأس السوبر الأسباني بالنظام الجديد، وبالتالي هل الأهلي هيقدر يتغلب على هذه اللعنة؟ نتمنى ذلك. طبعا كلنا عارفين إن حتى إيطاليا دلوقتي بقت تطبق نفس النظام وهتعمل نفس الموضوع إن تغيير نظام بطولة كأس السوبر الإيطالي ليقام بمشاركة 4 فرق، ويمكن بطولة السوبر الإيطالي بمشاركة 4 فرق هتكون في الفترة من 18 إلى 22 يناير في عام 2024 بمشاركة نابولي وإنتر ميلان ولاتسيو وفورنتينا. لكن الأهلي إن شاء الله يقدر يتغلب على هذه اللعنة، خاصة إن هي أول نسخة عكس النظام الأسباني أو النظام الإيطالي. يمكن إسبانيا أي بطل للدوري ما بيقدرش يكسب السوبر، لكن في مصر إن شاء الله الوضع يختلف والأهلي يقدر يكسب هذه البطولة. طيب حساب الوطن سبورت بيقول ان في 4 تغييرات منتظره في تشكيل الاهلي المتوقع امام سيراميكا بسوبر الابطال. الاربعه اللي بيتكلموا عليهم مين؟ ان كولر بيان وراحت، علي معلول ومحمد هاني في خط الدفاع، مروان عطيه واحمد نبيل كوكا في وسط الملعب، عشان يلعب مكانهم اليو ديانج، كريم الدبيس، اكرم توفيق، محمد مجدي قفشه، وفي امكانيه ان انطوني موديست ياخد فرصه ان يشارك في بدايه اللقاء، خاصه ان هو ما لعبش في كاس العالم الا دقيقتين. نزل ماتش اتحاد جدة في الدقيقة 90، اضطرت في الدقيقة 92، ما لعبش غير دقيقتين. عموما هي كلها توقعات واجتهادات. وحتى استاذ صبري علي كان معانا من شوية وقال متوقع ان كولر يعمل تعديلات وروتيشن على التشكيل، ولكن صدقوني والله محدش عارف كولر بيفكر ازاي. الراجل لما بيحضر بيحضر في سرية تامة. الخبر او المعلومة ما بين اعضاء الجهاز ما بتطلعش بره، ودي نقطة ايجابية محدش واخد باله منها. لما لعب احمد نبيل كوكا وكان محضر لده قبل ماتش اتحاد جدة ب3 أيام محدش خد خبر ولا حد عرف، ودي نقطة على فكرة أنا شايفها إيجابية جدا في عمل الجهاز الفني. في فترة من الفترات كانت في ناس بتنفرد بالتشكيل، بتنفرد بالتغييرات اللي ممكن تحصل في تكتيك الفريق في بطولات كتيرة وفي مناسبات كتيرة، لكن مع كولر بصراحة محدش بيعرف، الكل بيتفاجئ أول ما بينزل التشكيل. حتى لما دفع بأكرم توفيق في مباراة فلومينينسي البعض كان بيتوقع الأهلي يلعب بديانج، ولكن كولر دايما ليه نظرية مختلفة. ففي ماتش بكرة محدش عارف، ممكن يبدا بنفس المجموعه اللي لعبت ماتش اراوا على فكره، وارد جدا كولر يعمل كده، ولما يطمن للنتيجه يعمل روتيشن ويعمل 5 تغييرات عشان يريح اللعيبه. طيب المصري الرياضي شايف بقى حاجه مختلفه، قالوا ان اليو ديانج هيعود لخط وسط الاهلي امام سيراميكا في كاس السوبر. عموما الناس كلها تتوقع والناس كلها بتتكلم على التشكيل، ولكن لو رحنا للمصري الرياضي شايفين ان كولر بيجهز مفاجاه لموديست في كاس السوبر، يعني شايفين ان موديست ممكن يشارك بشكل اساسي في ظل ان ما خدش الفرصه في كاس العالم بعد ما تعرض للطرد، وبالتالي تم ايقافه المباراتين التاليتين لمباراتي اتحاد جده، يعني اضطرت في ماتش اتحاد جده اتوقف وما لعبش اخر ماتشين سواء امام بطل البرازيل او امام بطل اليابان. عموما برضه هنشوف ده بكره وقت اعلان التشكيل. حساب اليوم السابع
بيقولوا ان الاهلي يكشف حقيقه وصول عروض رسميه للتعاقد مع محمد الشناوي. مصدر في الاهلي قال ان الاهلي لم يتلقى اي عرض رسمي للتعاقد مع الشناوي، وفي حال وصول عروض سيتم دراستها. ناس كتيره بتتفرج وبتشوف صور متكرره لمحمد الشناوي مع الكابتن محمود الخطيب في رحله الفريق لما كان في المملكه العربيه السعوديه، وربطت الصوره دي ان في عروض وان الشناوي بيتكلم مع الكابتن محمود الخطيب في العروض، وان الكابتن محمود الخطيب بيقول الشناوي مش وقته، عندنا مباريات وبطولات. ناس كتيره رسمت سيناريوهات وتفاصيل وكواليس، ولكن انا باكد لكم ان الشناوي مستمر مع الاهلي حتى نهايه الموسم. الشناوي مستمر مع النادي الاهلي حتى نهايه الموسم، وحتى هذه اللحظه لم يتلقى الاهلي اي عرض رسمي. طبيعي جدا وانت في المملكه العربيه السعوديه وفي وجود حراس كبار بيشاركوا في الدوري السعودي، ياسين بوني وادوارد مندي والمعيوف وحراس كتيره، الشناوي قبل بلاء عظيما في البطوله. ممكن البعض يقول لك عنده عروض، وارد ان وكيله او شركات تسويق تكلم الشناوي، ولكن عرض رسمي مفيش. عرض من احد انديه القمه حاليا لسه. الاهلي وافق مفيش الكلام ده. الشناوي مكمل لغايه نهايه الموسم ولكل حادث حديث. طيب نكمل مع بعض، واخر حاجه في الترند الاهلي الوطن سبورت. ثنائي اجنبي جديد خارج الاهلي في يناير. هنا الناس حسمت طبقا للتشكيله اللي الاهلي بيلعب بيها، وقالت ان اليو ديانج وكريستو بنسبه كبيره هيخرجوا من قائمه الاهلي في الموسم الجديد. لسه بدري على الكلام ده. طيب زي ما انتم شايفين دي لقطات حيه حاليا من ملعب محمد بن زايد في نادي الجزيره بأبو ظبي، وتدريب الاهلي الرئيسي على ملعب المباراه اللي هتقام عليه غدا مباراتي سيراميكا فيوتشر وبيراميدز والاهلي وسيراميكا. كل اللعيبه اللي كانت موجوده مع مارسيل كولر في السعوديه هتكون موجوده معايا في البطوله، بالاضافه الى اللعيبه اللي ما كانتش موجوده في البطوله. انت كان معاك 28 لاعب او 27 لاعب، في 23 للبطوله. الزياده عن ال 23 متاحين ليك بكره، يعني ممكن بكره نشوف محمود متولي، وارد نشوف صلاح محسن، وارد نشوف اي لاعب خرج من قائمه كاس العالم للانديه، لان البطوله دي القائمه فيها مفتوحه طبقا للقيد المحلي مع كاس العالم. طيب نروح بقى للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه. توقعاتكم للتشكيل ونتيجه مباراه الاهلي وسيراميكا. نوره بتقول مساء الخير، اي 11 لاعب هيختارهم كولر هيكون الاختيار الافضل لاننا نثق فيه جدا. هي اكتفت ان ما تقولش التشكيله، قالت اي 11 لاعب احنا واثقين فيهم. عمرو خليل بيقول مساء كاس عالم للانديه يا استاذ محمد، مساء الخير عليك، الف مبروك الحصول للمرة الرابعة على المركز الثالث وعقبال المركز الأول. التشكيلة المتوقعة الشناوي، معلول، منعم، ياسر، أكرم، كوكا، ديانج، إمام عاشور، الشحات، كهربا، تاو. والنتيجة ثلاثية جديدة نظيفة، يعني بيتوقع تعديل، يعني تغيير مركز ومركزين على تشكيل الأهلي. أشرف بيقول الشناوي، أكرم، ياسر، منعم، معلول، مروان، السلية، إمام، تاو، مودست، كريم فؤاد. اشرف بيتوقع تعديل في ثلاث مراكز، اعتقد انه هيريح هاني وكوكا وكهربا للنهائي باذن الله. اخر تعليق معايا سامح بيقول نظرا لحاله الاجهاد الشديد اللي بيمر بيها الفريق اتمنى اراحه اغلب مجموعه اللعيبه الاساسيه، والتشكيل يكون الشناوي، الدبيس، منعم، رامي، اكرم، كوكا، ديانج، قفشه، طاهر، مودست، كريم فؤاد. ان شاء الله الاهلي يكسب 2-1، اهلاوي انا والفخر ليا. وقت الحلقه جري بسرعه، ولكن كنت حريص ان اقرا اكبر قدر من الاراء والمشاركات على سؤال حلقه النهارده. بكره مش هنكون معاكم لان في استوديو تحليلي هيكون الساعه 5 باذن الله قبل موعد المباراه بساعتين مع الكابتن ايمن شوقي، ويوم الثلاثاء باذن الله في متابعه حيه على نتيجه المباراه وكواليس بطوله كاس السوبر للانديه الابطال. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، والى اللقاء في حلقات اخرى قادمه. شكرا والى اللقاء.